دقن المر. ما شفنا أي يوم حلو نهائيا. يعطيك على تست بالشعب الفلسطيني بيمكن بالمئات. أولادي بخاف عليهم لما يطلعوا بالشارع يطلعوا هاي الهوية مكتوب فلسطين. نحن شو ذنبنا؟ بعدين احنا عايشين هسه بسجن، خاف على بالكم. هذا المجمع هو مو مجمع، هو سجن داخلي. حظنا هنا بالمره رايح مفقود، واحنا ترى وضعنا بالمره مأساة. الفلسطينيين كافة تمشي بالشارع، والله صرنا نستحي نقول فلسطينيين خوفا منه انه يأذونا ولا نسمع كلمه.